السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي بالله، كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. تحية خاصة لجميع الأصدقاء المتابعين الأوفياء الرجال، يعني الذين يدعموننا صراحة في جميع المواقف، سواء كانت مواقف نمر بها أو شروحات أو أي شيء مهما كان. نتطرق إلى شرح اليوم. شرح اليوم أتمنى أن يكون هناك تركيز معه جيد جدا، لأن هذا الشرح هو أول شيء شرح حصري هنا فقط على مدونة مستفيدون، سواء لا يوجد له شرح لا في أي مدونة غربية أو أجنبية أو عربية أو قناة أخرى سواء أجنبية أو عربية. يمكنك أن تقوم بالبحث. هذا الشرح سوف يفيدك أخي العزيز كثيرا كثيرا. ما هي فوائده؟ ما هي الأشياء أو التي سوف تحصل عليها من خلال هذا الشرح؟ أول شيء، إذا كنت أول مرة تزورني على هذه القناة، هذه هي مدونتنا، مدونة www.mustafidun.com. سوف تجد فيها الكثير الكثير من الشروحات والطرق والاستراتيجيات للربح من الإنترنت، وأيضا بعض تطبيقات الهواتف والأشياء الأخرى الكثيرة. مسألة مهمة قبل أن نتطرق إلى هذا الشرح، لكن ليست مشكلة، سوف نكمل الكلام لأن مدة الشرح وجيز، لكن قيمته بالنسبة لي أنا شخصيا على حسب فهمي في هذا المهم، لن نقول خبرة، أنا إنسان مبتدئ وسوف أظل دائما مبتدئ، على حسب ما المعلومات التي لدي قيمة هذا الشرح أو هذه الطريقة قيمتها كبيرة كبيرة جدا إخوتي بالله. ماذا سوف تستفيد من هذا الشرح ومن هذه الطريقة التي سوف تقوم بتطبيقها أخي العزيز؟ سوف تستفيد أشياء كثيرة، سوف تزيد مدخلك وأرباحك أخي في الله. كيف سوف تقوم بزيادتها؟ سوف في حال إذا كنت تمتلك مدونة أو بلوجر، سوف تحصل على زوار حقيقيين، سوف تحصل على مشاهدات فريدة، سوف إذا كنت تمتلك قناة على اليوتيوب، سوف تحتل فيديوهاتك المرتبة الأولى في محرك البحث، وأيضا حتى إذا لديك بلوجر، يعني الاثنان سواء كانت قناة يوتيوب أو كانت مدونة بلوجر، سوف تحتل الصدارة في محركة البحث، يعني ضمن قائمة الفيديوهات أو المواقع. طبعا لن ننسى العام جوجل بالنسبة للمواقع، سوف تكون لديك مكانة جيدة. أيضا سوف يتم تحسين ترتيب موقعك على الشبكة العنكبوتية من خلال الموقع العملاق أليكسا، وهذا يعني سبق أن شرحناه كثيرا. ممكن أن تأتي هنا إلى خانة البحث وتكتب كلمة أليكسا أو اكتب أي شيء تريد تقوم بالبحث عليه هنا في المدونة، لكي تحضر له جميع الشروحات الخاصة به أخي بالله. هناك شروحات كثيرة خاصة بأليكسا نظرا لأهميتها. سوف تستفيد يعني زوار حقيقيين، سوف تستفيد أشياء أخرى كثيرة كثيرة أخي في الله. كيف ذلك؟ والمهم أن كل هذا لن تدفع فلس واحد من جيبك، وكل هذا فقط بضغطة ونقرة واحدة بسيطة أخي في الله. ركز معي. أول شيء سوف نتجه إلى هذا الموقع، هذا الموقع الذي هو اسمه تو بينك أو اثنان بينك أو دو بينك على حسب اللغة المصطلحات. المهم تو بينك أورغ، هذا هو الموقع. دوره وما هو طريقة عمليه وكيف تستفيد منه من خلال جميع الكلام الذي قلته لك. وأيضا يمكنك أن تقوم بالدخول هنا إلى المدونة وتكتب ما سوف تحصل عليه، زيادة قيمة الموقع الخاص بك، تعزيز تصنيفك في أليكسا تحت سوف تحتل مرتبة جيدة، زوارك سوف يكون حقيقيين، زيادة الوقت على الموقع الويب الخاص بك، يعني مثلا هناك بعض الأشخاص يستعملون الهيتليب أو الأوتويس فقط 30 ثانية، لكن هذا سوف تصبح دقيقة أو 3 دقائق في الموقع، وهذه مسألة يعني رائعة جيدة مفيدة مفيدة جدا. تقليل معدل التردد، وهذا سؤال قبل قليل فقط، قبل دا حوالي 3 ساعات، يعني الشرح أخذ مني وقت طويل، قبل 3 ساعات وساعتين طرح علي أحد الأصدقاء هذا السؤال، يعني ما هي مشكلة التردد؟ هذا سوف يقوم بتحسين التردد، وهنا سوف تجد رابط الموقع. أيضا يمكن تحديد الحد الأقصى للعرض كل ساعة، يعني كل ساعة كم سوف يأتيك من الزوار. أيضا يتم التعيين يعني بعض الأشياء، مسألة عشوائية سوف أترك لكم قراءتها أخي في الله. أوكي، سوف نتوجه إلى هذا الموقع ونذكر الله، والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، شعارنا هو أرزق والله عز وجل. هنا تقوم بوضع اليوزرنيم، هنا تقوم بوضع الباسورد، ثم هنا تقوم بإعادة كلمة الباسورد، هنا تقوم بوضع الإيميل، الطريقة الروتينية العادية. بعدها تقوم بالدخول إلى حسابك أخي العزيز. جيد، بعد أن تقوم بالدخول إلى حسابك سوف تكون هذه هي الواجهة. كيف تستفيد منه؟ كيف تحصل عليه؟ كيف تحصل على زوار حقيقيين؟ هذا أيضا سوف يساعدك أخي في الله في تعزيز مكانتك في بخصوص جوجل اناليزي. في بالنسبه لجوجل اناليزي سوف تحتل صداره جيده جيده جدا من خلال هذا الشرح. طبعا اليوتيوب والمشاهدات والاشياء، وايضا نسيت مساله مهمه وهي السيو، الكلمات الدلاليه الخاصه بك، اذا عندما يكون عليه بحث كثير سوف تتصدر
مكانة جيدة، وأي شخص دخل إلى جوجل وقام بكتابة تلك الكلمة من السيو يبحث عنها، طبعا سوف يظهر موقعك أو شرحك أنت الأول. هذا الشرح الذي أضعه لك الآن بواسطته سوف تكون فعلا فعلا وأكيد ومؤكد منافس لي، لا يهمني. طبعا بعد وضع هذا الشرح سوف يكون هناك لي بحث بطريقة أخرى إن شاء الله، وهذا الشرح إهداء خاص إلى أحد أصدقائي وهو أشرف من المغرب. كلكم أصدقائي وإخوتي، ولكن هذا حقه والحمد لله. أوكي، هذا هو الموقع أخي. في الأول تذهب، بعد أن قمت بالدخول والتسجيل والتفعيل الأشياء كلها، تذهب إلى كلمة إيران ترافيك، هنا تضغط عليه هنا، ثم يعطيك هنا بتحميل هذا البرنامج داونلود لترافيك. تقوم بتحميل هذا البرنامج، تقوم بتحميله، بعد أن تقوم بتحميله تكون هذه واجهته. هو لا يحتاج تثبيت نهائيا، لا يحتاج أي تثبيت، فقط مباشرة تقوم بالدخول والضغط على دبل كليك، فينفتح لك خانة بسيطة. تلك الخانة تقوم بإدخال فيها اليوزرنيم والباسورد الذي أنت قمت سلفا بالدخول فيه به إلى الموقع الخاص بك الذي هو tubing.org. زين، تكون هذه واجهة الموقع. أوكي، عفوا. الآن الموقع يعمل كما ترون، الموقع كما ترون يعمل بطريقة غريبة، ليس مثل هيتليب، ليس مثل ريدشيف الموقع الروسي، ليس مثل أوتويس، ليس مثل باقي المواقع الأخرى. كما ترون يعمل بطريقة غريبة، سوف أشرح لكم كيف يعمل. أوكي، بعد أن تقوم بالدخول بتحميل البرنامج وتشغيله على جهازك، ممكن أن تقوم بتشغيله على في بي إس أو إكس دي بي كما تشاء، وذلك لمصلحتك لزيادة النقاط لكي يكون لديك يعني نقاط قصر. أخي في الله، جيد. الآن دعه يعمل. في هذه الحالة أنت ماذا سوف تعمل؟ كيف سوف نذهب إلى كلمة مانجر إيريال من اجل وضع الاريال الخاص بك؟ كما ترى هنا ايضا المساله غريبه، ليست مثل هتليب، يقول ضع الموقع وبعدها تضع يعني عدد الزوار. لا اخي، هنا بعد ان تقوم بالدخول الى الخانه التي هي مانجر اريال، نتوجه الى هنا في الخانه. على سبيل المثال نتوجه الى هذه الخانه، سوف نكتب على سبيل المثال مستفيدون. جيد، اوكي. نضغط على البحث كما ترون، يعني تضع لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، لمن شاهد هذا الشرح، هذا الشرح أراد شخص أراد أن يقوم بإقفال حسابي فربحت عن ظهري 90 دولار. لماذا أضحك؟ إذا لم تكن تشاهده أخي فراجعوا لكي تشاهده، أما بالنسبة للأشخاص الذين شاهدوه ذلك الشخص لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشخص يوم أمس فقط ربحت فقط من البرنامج الواحد الذي يقوم بالضغط عليه، ربحت منه حوالي 19 دولار. ليس مجموع الأرباح كلها، لكن فقط من بازار واحد الذي هو في الأعلى، الذي هو يضغط عليه من أجل أن يقوم بإقفال حسابي. إخوتي بالله، هو لا يعلم عدد الزوار، لهذا يضغط ذلك المغفل. أقول بكل صراحة هو شخص مغفل، لكن تلك الحركة التي يعمل معي أنا سامحته عليها. زين، لكن أنصحه بالضغط كثيرا لكي تزيد الأرباح. على العموم، أين كنا؟ كنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنا هنا. اوكي، كتبت هنا مثلا، انا كتبت هنا مستفيدون. انت اكتب اي شيء، اكتب مثلا عنوان موقعك، اكتب عنوان موضوع خاص بك، اكتب عنوان فيديو خاص بك، سوف تظهر لك قائمة من الفيديوهات التي لا داعي للإطالة. اكتب مثلا عنوان اي فيديو انت تمتلكه بإكماله، سوف يظهر لك هنا. هذا مجرد مثال انت تقوم بتطبيقه. جيد، ننطلق على بركة الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، أكمل والحمد لله أخي. أوكي، الآن قمنا بوضع، ماذا سوف نفعل هنا؟ أولا سوف نقوم بأخذ هذا الرابط الإريال الذي في الفوق في الأعلى، هذا العنوان سوف نقوم بأخذه بأكمل، كوبي كولي، نسخ لصق، مثل الشروحات التي يتم سرقتها، نسخ لصق. أوكي، نتوجه إلى هنا، نضعه. أوكي، نضعه في هذه الخانة. هنا نقوم بتحديد لها الوقت. هذا الوقت هو ماذا؟ هو الوقت الذي سوف يقضيه البرنامج في البحث. أين يقضيه؟ في البحث هنا، يبحث 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 يبحث. اوكي، ممكن ان تقوم بتحديد انت الوقت 60 ثانية، 30 ثانية، 74، الى ممكن تصل الى غاية 300 ثانية، يعني وقت طويل جدا، يعني هذه اصلا الحد الادنى هو 60 ثانية، نضع 60 اتركها كما هي. بعدها سوف تأتي مثلا ان اريد ان الموقع يدخل على هذا الموقع، على هذا الشرح، سوف اقوم بنسخه، اذا اردت هذا سوف اقوم بنسخه، انا سوف اقوم بنسخ مستفيدون، تقوم بنسخها مثلا اخي العزيز كما هي مكتوبة، كما هي مكتوبة في متصفح جوجل، ثم بعدها تتوجه الى الخانة مرة أخرى التي توجد هنا، تقوم بالضغط عليها. هنا مرة أخرى يعطيك مكان لوضع النقاط، النقاط أو عفوا المدة، يعني عندما يدخل إلى موقعك كم هي المدة سوف يتركها، حدد أنت المدة التي تريدها. أيضا تصل إلى 500 ثانية، وهذا وقت جميل جدا. طبعا أنت لا تستعملها كلها،
لكن ممكن تستعمل مثل هذا الوقت هكذا. أظن أني أسرع في الكلام لأنني مشغول، وأعتذر وتقبل اعتذاري أخي بالله. بعد أن قمنا بوضع العنوان المانجر إيريا هنا الذي أخذناه من فوق من هنا جيد من الأعلى، وأيضا قمنا بالدخول إلى عفوا سوف نأخذ بإزالة هذه السنافر علم السنافر، ثم هنا تقوم بوضع إما عنوان الموضوع أو عنوان المدونة أو عنوان الفيديو أو أي شيء، أو عنوان قناتك أو أي شيء أنت تقوم بوضعه. ثم تضغط كلمة أديد إيريا، أوكي تضغط كلمة أديد إيريا، ثم يظهر لك مثل هذه الخانة هنا كما ترى مثل هنا، ثم تضغط كلمة أكتيف أكتيف. أوكي، الآن كيف سوف يعمل هذا الموقع؟ مثلا سوف نتوجه إلى هذا البرنامج الذي يعمل عليها الذي يعمل الآن ويجمع النقاط. عندما تقوم بوضع الأشياء كلها ممكن تأتي إلى هذه الخانة إريال وتضغط على كلمة صح هنا. لا تضغط على كلمة صح هنا إلا بعد أن تكون قد قمت أخي بإدخال المعلومات هذه هنا وهنا، ووضعت كلمة إريال وظهر رابطك هنا. جيد؟ برا جيد، أظنك الآن قد فهمتني. سوف أنا أضغط على كلمة تيست يور إريال، يعني تجربة للإريال الذي أنا وضعته، أو تجربة للرابط الذي أنا قمت بوضعه، ولعدم كلمة أنا. جيد، سوف أضغط عليها. بسم الله. أوكي. بسم الله. الآن ضغطت عليه سوف يخرج من هذا الموقع لكي يوريك الموقع الذي أو الرابط الذي أنت تضغط. انظر الآن دخل على مستفيدون، يعني كما هي موضوع كما هي واضحة هنا، كما هي واضحة هنا. هذا مجرد شرح للإفادة لكي تكون لديك معلومات على حسب ما يدور وما يجول في خاطرك في الإنترنت، وحتى تكون قد اخترت القناة الصحيحة لكي أعطيك كل ما هو حصري وكل ما مفيد لك أخي في الله. كما ترى الآن هو يبحث كأنه إنسان عادي، ليس روبوت أو بوس أو مثل هذه الأشياء الأخرى. في الآن نذكر الله عز وجل أخي في الله. الآن نزل يبحث لأنني يعني حددت له وقت الذي سوف يقوم بالبحث فيه. إذا كان هناك مشكلة في الصوت فاعذروني لأني لازلت أعاني من المشكلة. كما ترى الآن دخل على مستفيدون كأنه إنسان عادي نهائي لا يوجد أي مشكل أخي في الله. كما ترى الآن دخل على المدونة، أنت تحدد له الوقت الذي سوف يظهر. انظر ينزل 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 في البحث كأنه يعني إنسان طبيعي، وأيضا لا يوجد أي شرح لأي موقع أو لا يوجد أي شرح لأي شيء لأي موقع أو برنامج أو مواقع تبادل الترافيك فيه هذه الخاصية. أظنك الآن حصلت على درس على طريقة جميلة ورائعة جدا سوف تفيدك. كل ما أطلبه منك أخي العزيز هو لايك ومشاركة للموضوع. هذه نقطة مهمة، كل شخص قام بسرقة الفيديو فليتحمل مسؤوليته، لأني لن أقوم أنا بالتعب ويأتي شخص آخر يقوم بسرقته، يعني عيب. نعود إلى كلامنا، لا تنسى تعليقك الجميل، لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك، ودعم لنا إخوتي في الله بمشاركة هذا الشرح لكي يفيد الآخرون، يعني لم أبخل عليكم به، فلا تبخلوا على أصدقائكم الآخرين، ثم بعد تقوم بإزالة كلمات تست أو رياض لكي يعود إلى العمل أخي في الله. ممكن أن تقوم مثلا بوضع عنوان مدونتك وتحدد يعني موضوع خاص يقوم بالدخول إليه إخوتي في الله. سوف تحسين ترتيبك، زيادة أرباحك، تصدر قائمة عناوين البحث على الشبكة العنكبوت بمعنى أصح عالم الإنترنت. معكم مرة أخرى أخوكم كريم من مدونة دبليو المستفيدون أو من قناة أو شاري المستفيدون. أستودعكم في أمان الله، أتمنى لكم كل التوفيق. لا زال في جعبتنا الكثير والكثير والكثير والكثير. مع السلامة.